بالنسبة للشركة زي إن شاء الله اليوم الجلسة التأسيسية للشركة هي معناتها خاصة بتثمين المنتوجات الفلاحية، ومثل ما تعرفوا الجهة هذه تعاني التهميش، تعاني الفقر. هدف الشركة هو خلق منوال تنموي اقتصادي يواكب معناتها يجعل معناتها كافة المواطنين معناتها في ظروف اجتماعية وفي ظروف مادية باهية. بالنسبة هو الهدف من الشركة هذه أيضا هو إشراك كافة مكونات المجتمع المدني، نخلوهم معناتها في إطار تشاركي، في إطار العمل الجماعي، في تيم وورك، نخليهم ياخذوا لي ديسيزيون، نخليهم يكونوا معناتها عندهم المسؤولية. بالنسبة للتوزع الجغرافي للشركات الأهلية على مستوى الجمهورية، 80% إلى من 80 إلى 85% منها أساسا في الجهات الداخلية، والحقيقة هذه كيف كيف لا يخلو من كل الرمزية على اعتبار معنا الإشكالات التنموية، أنه تتواجد الشركات الأهلية في المناطق الداخلية هذه الحقيقة يعني عنوان وإشارة للممكنات التنموية والممكنات الاقتصادية اللي تمثلوا الشركات والمشروع بشكل عام. ما نحبش نحكي على عراقيل وصعوبات، ولكن السيد رئيس الجمهورية يوم 13 أوت في علاقة بزيارة اللي صارت على مستوى معتمدية تبربة أشار معناها بشكل واضح وصريح إلى رفع كل أشكال التعاطيل والعراقيل اللي تعوق انطلاقة معناها الشركات الأهلية المحلية والجهوية، سواء على مستوى الأراضي الفلاحية الدولية، الأراضي الاشتراكية، ثم مجمل الرخص والعقود والتصاريح وكراريس الشروط اللي تطلبها بعض أنشطة الشركات الأهلية. المستوى الذهبات كموضوع الشركة الأهلية للمنتوجات الفلاحية وخاصة التين الشوكي، نعرف التين الشوكي اليوم عنده أهمية كبيرة سواء المستوى الجمالي، مستوى المواد الطبية والمواد الغذائية. الشركة الأهلية مولود جديد باش تنفتح في الذهبات، وأنا متأكد بخط ربي باش تنجح الشركة الأهلية، خاصة في لأن الاختيار تاع النشاط مهم ومهم جدا. وبالطبيعة أنت تعرف هي فلسفة الشركات الأهلية تقوم، فلسفة سيادة الرئيس الجمهورية تقوم على تحقيق تنمية العدالة الاجتماعية وتحقيق توزيع العادل للثروات، انطلاقا بالطبيعة من ممارسة نشاط اقتصادي بالجهة المعنية الخاصية المعنية بالمنطقة، وثانيا هي رأي تسام في تحقيق تنمية في الجهة وتنفتحها الجهة باش تكون عندها دور كبير سواء المستوى الربحي اللي باعث الشركة الأهلية وتكون مخرطين بالشركة الأهلية، باش تكون جانب آخر انفتاح على الجهة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع من المساعدة الاجتماعية والثقافية والنشاط الرياضية. الشركة هذه رأس مالها مليار من طرف الدولة، مليار فهمني، المكتتبين بتاعها 81، تمشي في تطور ثلاثة مشاريع، في واحد مشروع الهندي الطين الشوكي كما تسموه، هذا فيه الزيوت، فيه الأعلاف، فيه الخل، فيه الرب تمني، وبعد ننطلقوا من المخلفات الهندي باش نعمل الأعلاف المركبة اللي هي فيها برشا حاجات من الطبيعة ومن الهندي، وبعد الهندي باش ننطلقوا إلى الكومبوست اللي هو السماد الأغبار كما نقولوا نحن ديما اللغة العامية، واللي في حد ذاته هذا إنجاز، أول شركة في تونس باش تخدم الكومبوست. علاش؟ خاطر الأسمدة اللي يبيعوا فيها فيها مواد مشعة تضر الشجرة بعد 15 20 سنة، وبعد ما يحب الفلاح ويكبرها ويطلعها تطيح الشجرة، مواد كيميائية. تقول عليه كلها بلاصة مكتنفة، تفتقر أغلب الخدمات الإدارية، تفتقر أغلب المؤسسات العمومية، وبقات عندنا هامش واحد نعيشوا عليه هو الأمل الوحيد، هو أكثر في الفلاحة اللي نعيشوا عليها، اللي يعيش بها المواطن اللي قاعد مستقر بها لهنا. اليوم في ظل التغيرات المناخية، في ظل صعوبة الحصول على الأعلاف والكوتات الضعيفة اللي تحصل على الناس، في ظل غلاء الأسعار، اليوم نشوفوا أنه القطيع نتاع الماشي قاعد ينقص، اليوم نشوفوا أن المواطن قاعد يهرب من الميدان هذا، وهذا راهو التأثير نتاعو مش كان على مستوى محلي جهوي وحتى وطني، نقاصوا في نفس الأشكال. اليوم تعاملت الشركة الأهلية هذه باش تقدم خدمات فلاحية للمواطن، الهدف أساسي وهو أنه الخدمة نتاع المواطن بالذهبات بالعلاب بصفة عامة وبالمناطق المجاورة، ربما نتجاوز الحدود نتاع المعتمدين، لأنه مش تكون الخدمة أوسع بحول الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.